اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاتيكيت مع كرم. في حلقه النهارده هنتكلم على اتيكيت استخدام التليفون، سواء التليفون العادي بتاع البيت او بتاع الشغل او التليفون المحمول. في البدايه قبل ما اعمل المكالمه بتاعتي لازم اكون محدد كل الحاجات اللي هستخدمها في خلال المكالمه. على سبيل المثال لو انا هكلم واحد زميلي في الدراسة عشان اراجع معاه مثلا المحاضرات اللي اتاخدت النهاردة في الكلية، فبقى محدد جنبي الورق اللي هتكلم معاه منه، بقى محدد جنبي الكتب، محدد جنبي ورقة وقلم. لازم محدد كل الحاجات دي ومخليها جنبي قبل ما اعمل المكالمة، لان مفيش داعي ابدا ان بعد ما اعمل المكالمة وانا بتكلم مع صاحبي او زميلي اقول له والله طب بص خليك معايا معلش شويه اروح اجيب الكتاب، او خليك معايا شويه اروح اجيب ورقه وقلم. ده مش من الذوق ان انا اخلي حد تاني مستنيني على الخط الناحيه التانيه، خصوصا لو كانت المكالمه دي مكالمه عمل. لو انا بدي تقرير لمدير او بدي تقرير لحد من الزملاء لازم مجهز التقرير بتاعي ومجهز كل حاجه موجوده قدامي على المكتب قبل ما اعمل المكالمه، انه ما يصحش ابدا ان اخلي حد خصوصا في وقت العمل يستناني ولو لدقائق بسيطه. لما بتصل بحد سواء بتصل في مكالمه منزليه او مكالمه عمل اكون راقي جدا في الطلب بتاعي. بتصل بألقي التحيه على اللي بيرد عليا، بقول له والله انا فلان الفلاني وعايز فلان. ولو انا بتصل في مكالمه شغل بقول والله انا فلان الفلاني وعايز فلان وعايزه في موضوع كذا كذا كذا، لان غالبا اللي بترد عليا او اللي هيرد عليا بيكون سكرتير او بيكون موظف متخصص لاستقبال التليفونات، فممكن يكون عنده فضول شويه ان هو بيبقى عايز يعرف انا مين وعايز فلان اللي موجود في الشغل ليه. فانا برضي الفضول بتاعه وبقول له والله انا محتاجه في كذا كذا كذا، بدي له نبذه مختصره عن المكالمه بتاعتي. طبعا ده لو ما كانش فيها اي حاجه سريه او اي حاجه خاصه متخصصة تفصيليا او في الشغل، بدي له نبذة مختصرة بابتسامة ظريفة حتى وانا بتكلم في التليفون وبقول له يحولني بالشخص اللي انا عايز اتواصل معاه. لو انا بستقبل تليفونات مفيش داعي ابدا ان انا ادي اي معلومات لاي شخص غريب يتصل بي، وعلم اولادي النقطة دي، اخلمهم كويس قوي ان اوعوا حد غريب يتصل بيكم وتدوا له اي معلومات او اي بيانات عن الناس اللي موجودين في البيت. ده شيء من خصوصياتكم ومفيش ابدا داعي انك انت تدوا معلومات او بيانات لشخص غريب، وده من حقكم طبعا. في استخدام التليفون المحمول بحاول على قد ما اقدر ان تكون المكالمات بتاعتي مختصره ومتحدده في نقط معينه. التليفون المحمول كان استخدامه ان انا بخلص بيه شغلي او بخلص بيه مواعيدي، بخلص بيه حالاتي الاجتماعيه في مكالمات بسيطه. مفيش داعي ان انا تبقى المكالمات بتاعتي مكالمات طويلة وأفتح مواضيع كتيرة في التليفون المحمول. كمان من النقط المهمة اللي لازم أخد بالي منها إن أنا مفيش داعي إن أنا أعلي صوتي وأنا بتكلم في التليفون المحمول، خصوصا لو كنت في مواصلات عامة أو في مكان عام في مطعم، حتى لو في الشارع وأنا موجود في شغلي مفيش داعي أبدا إن أعلي الصوت بتاعي وأنا بتكلم في التليفون المحمول. الناس اللي حواليا مش من حقهم إن هم يسمعوا تفاصيل حياتي الشخصية، وفي نفس الوقت من حقهم ان هم ينعموا بالهدوء في المكان اللي هم موجودين فيه. مفيش داعي ان انا اتكلم بصوت عالي عشان ما اسبب لهمش ازعاج. اتمنى في نهايه حلقتنا تكونوا استفدتم معانا، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع برنامجكم الاتيكيت مع كرم.